بعد أيام قليلة من التطورات اللافتة في موقف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولقاءات مع المكون العسكري ثم وسطاء ما يعرف بالآلية الثلاثية، تكشف القوى المعارضة للانقلاب العسكري في السودان عن تصورها لما تقول إنه خارطة إنهاء الانقلاب في البلاد، تفضي إلى إجراء انتخابات تضع حداً للمرحلة الانتقالية خلال فترة تتراوح بين 18 شهراً وعامين. تهدف خارطة الطريق المقترحة إلى تهيئ المناخ الديمقراطي من أجل تحقيق عملية سياسية تحقق غايات الشعب تمر أساساً عبر إنهاء حالة الطوارئ المعلنة في 25 من أكتوبر وحماية المدنيين في دارفور وجنوب المناطق المتأثرة في الحروب وإطلاق سراح المعتقلين والسياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية. ولا تمانع قوى الحرية والتغيير هنا من أن تلعب الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد دورا ييسر العملية السياسية في مرحلة تقود إلى إنهاء الانقلاب وأخرى للتأسيس الدستوري وثالثة للتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي بمشاركة أوسع قاعدة من الأطراف السودانية. وتقترح قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس سيادة مدني محدود العدد ومنزوع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية التي تمنح إلى مجلس وزراء وآخر تشريعي. وفي هذه الأثناء تستمر المظاهرات السودانية المطالبة بإبعاد العسكر ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإقامة حكم مدني ديمقراطي، وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية.